أيضا التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مدينة بريست الفرنسية مع يوناس غاهرستور رئيس وزراء النرويج. أعرب الرئيس عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات. من جانبه أكد رئيس وزراء النرويج على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعربا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون الثنائي بين البلدين. أيضا التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية، وأعرب الرئيس عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومجددا التأكيد على ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد، مع تجديد على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق. أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأكد الرئيس المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتقدير في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي شريكا مهما في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر. قراءتك لكل اللقاءات دي ايه؟ يعني شوفي، بنتكلم على تونس وما تشهده تونس، بنتكلم على الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي دلوقتي خليني اقول يقف على اطراف اصابعه من التحديات اللي بتقابله نتيجه لده، بنتكلم على النرويج، يعني علاقات ولقاءات متشعبه ومتعدده في مجالات مختلفه. شايفها ازاي؟ شوفي، لو انت نظرتي للقاءات الرئيس الخارجية أو حضور المؤتمرات الدولية، هنجد أن في كل لقاء أو في كل مؤتمر دولي بينتهز هذه المحافل الدولية لعقد لقاءات بجانب المؤتمرات اللي بيحضرها. يعني إذن بينتهز كل فرصة لعقد مؤتمر دولي ويستغل هذا المؤتمر لإجراء حوارات هامشية ولقاءات بجانب هذا المؤتمر الأساسي. ده بغرض إيه؟ أنت بتدعمي الدور المصري على المستوى الدولي، واحد. اتنين، جذب الاستثمارات. الرئيس دايما بيبقى حريص على الاستثمار. الحاجة التالتة، تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا، قضايا المنطقة والقضايا الدولية. أيضا الدول الأجنبية بيحترم وجهة النظر المصرية، خاصة بعد أن ثبت أمام العالم أن كل المؤامرات التي أحيقت ضد مصر عن طريق أجهزة استخبارات وقوى دولية قوية عالمية فشلت أمام القوى المصرية التي حافظت على المنطقة، لأنه لولا قوة مصر وأنها رمانة الميزات كانت المنطقة بقى ليها كانت بقت في موضع آخر مفتت ومجزأ لأقصى درجة الإنسان يتخيلها. كل هذه اللقاءات بتناول العلاقات الثنائية، تبادل وجهات النظر، أيضا مكافحة الإرهاب، لأن مصر أصبحت هي مركز الاستشاري لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم بسبب نجاحها السابق في مكافحة الإرهاب ونجاحها اللي أبهر العالم كله. لما نيجي نتكلم مثلا عن لقائه برئيس وزراء تونس نجلاء بودن، هنأكد هنا أنه مهم جدا هذا اللقاء. ليه؟ لأنه مصر تقع شرق ليبيا وتونس غرب ليبيا، فبالتالي هناك أمن قومي يهم الثلاث دول، لأن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري وتونس امتداد للأمن القومي الليبي، فالدولتين بيهمهم جدا تحقيق الاستقرار في ليبيا. واحنا شفنا
منذ يومين تم تشكيل حكومة ليبية جديدة عن طريق مجلس النيابة أو عن طريق البرلمان. ده بديل اختيار الرئيس الجديد بدل الدبابة. فإحنا يهمنا دايما أيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية بتهم الدولتين المصري وتونس. تالت حاجة إن الرئيس أكد على نقطة مهمة جدا، دعمه للسلطة التونسية لتحقيق الاستقرار داخل تونس. وبالفعل إن هناك تطابق وجهات في النظر بين الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي والرئيس عبد الفتاح السيسي. فمصر داعم قوي لتونس، وفي نفس الوقت إحنا يهمنا استقرار ليبيا لأنها امتداد للأمن القومي المصري والتونسي. صحيح. وإخوان تونس وإخوان مصر كانوا بالزبط. على صلة يعني حضرتك. ده موضوع كبير. ده موضوع كبير. هو في تحقيق مع الغنوشي سوف يطرح هذه الأيام. بالنسبة كمان احنا قلنا ليبيا خلاص يعني. لا بس انا في من ناحية ليبيا يعني اعتقد انه دولتين كمصر وكتونس هما الدولتين اللي حدودهم مع ليبيا يعني طبعا. فلو هنتكلم على مرتزقة أمن قومي مرتزقة بيخرجوا، فاعتقد ان لازم يبقى في تنسيق بين البلدين يعني. ده موضوع مهم جدا، لابد من توحيد المؤسسات. نعم. لابد من الحفاظ على الجيش الوطني الليبي، وفي نفس الوقت لابد من إجراء انتخابات بقى بعد تشكيل حكومة جديدة عشان نحقق الاستقرار الكامل لليبيا، لأن في بعد كده مرحلة إعادة الإعمار. بس يعني هو الدبابة مش معترف بيها قوي يعني، احنا عندنا حكومتين لغاية دلوقتي يعني ليبيا لسه يعني هي لسه فيها كلام. أنا عايزة يعني دلوقتي هنتقل لخبر آخر، لكن أنا شايفة إنه تحرك السياسة الخارجية المصرية سواء من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو معالي الوزير سامح شكري كبير جدا،